والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. يبدو أنه كان من الأفضل أن نتبع هذا اليوم أيضا بأيام العيد، وكان الأفضل تقديرا لحال المسافرين وأكثر الإخوة الذين تضطرهم ظروفهم أن يجعلوا هذا اليوم تابعا للعيد، لا سيما غدا الجمعة، ولكن هذا شيء لم يخطر في بالنا إلا فيما بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الإخوة الذين لم يتح لهم الحضور في هذا الدرس خيرا على كل الأحوال. نعم، نجيب عن الأسئلة المتعلقة بآخر درس ثم نتابع إن شاء الله. هذا الإخوة لا زلنا بحاجة إلى الاستطراد، لأن هذا الموضوع حساس إلى درجة كبيرة، والسؤال هو كيف نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثنا فيما يتعلق بأمور دنيوية حالية مثل طلب الأمطار، البلاء، النصرة، وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، حيث قلتم إن التوسل إليه، لا مو إليه، به، يعني طلب الشفاعة يوم القيامة، وهذا شيء آخر. لقد كنت مقيما في أراضي نجد، وأصر العلماء هناك على أن التوسل بجميع أشكاله إلى الرسول ما في إلا، يا أخي، التوسل به، التوسل تتعدى بالباء الذي إلى يعد شركا، وهذا يسبب تشويشا فكريا للكثير من المسلمين. وكذلك قالوا إن التوسل إلى الله، يعني بالله تعالى، بالنبي، يعد بدعة. التوسل إلى الله بالنبي يعد بدعة منكرة وضلالة يأثم عليها الإنسان إثما كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد بشر، وقيمته إنما هي برسالته وليست بشخصه، هكذا قالوا باستخفاف إلى آخر. يعني سؤال طويل، لازم يعني السائل يختصر. الجواب على هذا طبعا أوضحنا، لكن الأخ يبدو يريد أن نكرر الكلام هكذا على ما يبدو. يقول كيف نفهم أن الرسول يستطيع أن يغيثنا؟ وأنا قلت إذا كنت تفهم من استطاعة رسول الله الإغاثة أن يغيثنا بقوته الجسدية وبحيلته الفكرية فهذا، أيوة، يعني احنا عم نمتحن اخواننا اللي كانوا عم يسمعوا، ماذا قلنا؟ شرك، ما هيك؟ قلنا هذا الشرك. ولكن المراد بكلمة سيدنا بلال بن الحارث اغث امتك يا رسول الله، او استسقي لامتك، او كذا، ورد كما يقول الامام ابن كثير اغث، معنى ذلك اي ادعو الله عز وجل لامتك ان يغيثها، هذا هو المعنى، ما الاشكال. ونحن اذا قلنا ايضا الان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اغثنا، الاعداء احاطوا بنا، اغثنا منهم يا رسول الله، ما معنى ذلك؟ اي ادعو ربك واستنصره لنا. اما ان قلت النبي عليه الصلاة والسلام ميت، فهذه مشكلة كبيرة. من قال اولا، من قال ان معنى الوفاة هو العدم؟ اترك النبي عليه الصلاة والسلام، ابدا. الوفاة انتقال من حياة دنيوية الى حياة برزخية، تمام. طالب العلم يعرفها، اي مسلم وصل الى سن الرشد يعرفها، حياة، حياة يعني موجودة، الانسان له حياة، اسمها حياة برزخية. والا قل لي كيف يسأله الملكان ما دينك، من ربك، من هو هذا الذي بعث فيكم؟ اذا ما له وجود، ما لازم يكون في هنالك نعيم بالقبر، ولا لازم يكون
يكون هنالك عذاب القبر ولا لازم يكون في سؤال الملكين، ما هيك؟ فكيف إذا عدنا إلى خصوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول حياتي خير لكم ومماتي في رواية الموت خير لكم تعرض أعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. طيب واضح هذا الكلام. أما إذا الأخ يريد أنه يعني يفشل قلبه بجماعة نجد وهيك بيقولوا، هذه شنشنة أعرفها من أخزمي كما يقول المثل العربي. موقف النجديين من رسول الله ليس شيئا جديدا، مذهب شاذ يتبعونه، ونسبة هؤلاء الشواذ بالنسبة لمجموع العالم الإسلامي لا يبلغ 5 على 1000 ولا أقل كمان، ولا واحد على ألف. دعهم أو نريد نزيد تفرق المسلمين عمق، النجديين أصحاب عقول متحجرة. لو أنك قلت لمن يعتقد أن هذا الضوء ظلام، قلت له يا أخي هذا الضوء والدليل عليه كذا وكذا وقد وقر في نفسه أنه ظلام، والله لا يغير رأيه إطلاقا. نعم، فهؤلاء لهم مذهب خاص. وقد شاع أن قائلهم كان يقول هذه العصا خير من محمد لأنني أضرب بها البعير فيقول، لكنني أقول يا محمد أنقز بعيري حرك ولا يتحرك. هذا الكلام قيل عنهم، نسأل الله لهم الهداية. وأنا قلت إن هذه المسألة ما أثيرت قبل عصر ابن تيمية أبدا. قبل عصر ابن تيمية يعني الستة القرون اللي قبل منها كان الناس يتوسلون أم لا؟ كانوا يتوسلون، وما أحد قال كلمة بحق التوسل أنها غير جائزة. جاء ابن تيمية اخترع وابتدع شيء غريب لا عهد للمسلمين به، أن التوسل برسول الله أثناء حياته جائز، بعد مماته غير جائز. طيب يا عمي ليش وقت كان طيب كنا عم نتوسل بعضلاته؟ ايش كنا عم نتوسل بحيلته الذاتية الفكرية؟ لا، مطلق. هنا يظهر التوحيد ويظهر الشرك، ليس لك من الأمر شيء أبدا. كنا نتوسل أثناء حياته بمقامه عند الله بقربه من الله. هل هذا القرب زال لما توفي مسخ قربه؟ طيب نعم. وهؤلاء النجديون كفروا البوصيري لأنه قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، متى؟ عند حلول الحديث العمومي. الإمام البوصيري تحدث عن شفاعة رسول الله قائلا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، متى؟ يوم القيامة عند حدوث الحادث العمومي. البوصيري أخذ هذا من كلام من؟ من كلام الرسول عندما تحدث أن الناس كلهم سيرعون إليه كفروا. والعياذ إذا هذا لازم الكفر النبي قبله لك، لأن البوصيري أخذ هذا من من؟ من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخ ليحمد الله إذا كان يعرف ما أطبقت عليه ما أطبق عليه السواد الأعظم، وإذا كان يعتقد هذا الذي نعرفه. ودع هؤلاء الإخوة واسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. والآن أعداء الإسلام يضربون المسلمين بعضهم ببعض ويستعينون على ذلك بضرب الوهابية بالصوفية والصوفية بالوهابية وهؤلاء بهؤلاء حتى يصبح المسلمون كالكأس الذي تحطم وأصبح جذابا. هذه الخطأ. نحن ما بدنا نجي نكون جنود لهم إن شاء الله، والله يجمعنا على الهدى، والله يهدينا ويهديهم. نحن الحمد لله هذه عقيدتنا، وعلى هذا نلقى الله سبحانه وتعالى، وهذا منتهى التوحيد.
لأن رسول الله لا يملك من أمر نفسه شيئا، لكن الله جعله وسيلة خير، فنتوسل بمن جعله الله وسيلة خير. هل يمكن إحضار شيء من تربة الأرض من المدينة المنورة؟ لا، هذه لا، تتبارك بتربة المدينة المنورة في مدينة المنورة. وما يفعله بعض الناس هذا شيء مبتدع، نعم، وما ينبغي أبدا. أما بعد، فمسألة المدد التي يطلبها كثير من الرسول الله، ما حكمها؟ حكمها كما قلنا، حكم أغثنا يا رسول الله. يعني ما الفرق بين أن أقول لرسول الله كما قال بلال بن الحارث، يا رسول الله أغث أمتك، وبين أن أقول له يا رسول الله أمد أمتك؟ نفس الشيء، بشرط يكون النية، قصد النية الأساس، أن تفهم من هذا الكلام أنك تطلب من سيدنا رسول الله أن يدعو ربه أن يمدنا بالعون، أن يمدنا بالنصر، أن يمدنا بالتوفيق. أنت أكي عبر يلي بدك يا المهم المعنى. لكن إذا أردت أن تسألني سؤالا آخر، أيهما أكثر أدبا مع الله؟ أن أخاطب الله وأقول يا رسول الله أسألك بجاه رسولك، أم أن أقول يا محمد نعم أغثني؟ لا والله، أقول لك الأدب مع الله ومع رسول الله أن تخاطب ربك وأن تقول يا اللهم أغثنا بجاه رسولك. ولو أن بلال بن الحارث قال طلعت معه من حلاوة الروح، معلش، بس نحن ما بنقول انه يطلع في الضال. حتى يمكن ساعتها بلال الحارس، لانه ساعتها حالة خاصة، ذبح الخروف وشافه كتير كتير هزيل، والجلد الان بالعظم والعظم محمر من كتر الوزان، ففزع من هذا، رأسا ترك الذبيحة وهرع الى مسوى رسول الله. اذا عنده حالة معينة، لو رجع لا لهدوء باله كان قال اللهم إني أسألك بجاه رسولك أن تغيثنا. ما بقول حرام، لكن نقول أيهما أقرب إلى الأدب، أن تخاطب الله متوسلا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أنه لا يجوز الأكل والشرب عند المريض أو الضيافة، وذلك استنادا للحديث الذي يقول من ذهب يعود مريضا فهو في نعم في ايش ايش الخير في الجنة؟ نعم، لا مو هيك اظن، او الاخ ما عرف ان يكتبها حتى يعود. فمن اكل الشيء اكل شيئا مو اكل شيئا، فمن اكل شيئا من عندي فهو اجره. العلماء قالوا يكره لمن يعود مريضا ان يأكل عنده او يشرب عنده شيء، مو يحرم او لا يجوز، لا يكره. ثم العلماء فصلوا، قالوا فإن ذهب الإنسان ليعود مريضا وأثناء عيادته جاء إليه مثلا بفنجان من القهوة أو بكأس من الشاي أو بشيء بشراب وأي ضيافة دون أن يطلب، هكذا جاء إليه ورأى أنه إذا رد ذلك فإن هذا سيكون جرحا لكرامة المريض او اهله، يكون في ذلك شيء من عدم الجبر بالخاطر، ففي هذه الحالة ينقلب المكروه ويصبح مندوبا، لان الضيافة حضرت. نحن لماذا قالوا يعني يكره ذلك؟ لان اهل المريض مشغولون بمريضهم هذا الغالب، فاذا كان كل من يريد ان يعود ويعود ينبغي ان تقدم له الضيافة وينبغي أن يكرم، إذن فأهل المريض سيتحولون من خدمة مريضهم إلى خدمة العواد، وفي هذا ما يتنافى مع الذوق، والإسلام جاء ليعلمنا الذوق الرفيع. لكن لو فرضنا أن الإنسان دخل ولم يطلب، بل ربما أظهر أنه لا يريد وجاء إليه بالضيافة البسيطة التقليدية المعروفة، ففي هذه الحالة
ردوا للضيافة لا يحققوا شيئا، لأن ما كنا نهدف إليه حصل نقيضه، الضيافة جاءت. نعم. فإذا وجدت أن رد الضيافة سيجرح شعور أحد من أهل البيت أو يعكس ما هو مطلوب منا من جبر الخاطر، لا، نقول في هذه الحالة اقبل الضيافة. نعم. وأن ترد الضيافة في هذه الحالة هذا كما قال سيدنا عمر من الورع البارد. نعم. الورع لازم يكون هادف. نعم. طبعا الكلام عن الضيافة التقليدية، وليس الحديث عن طعام يقدم، غذاء، عشاء، نحو ذلك، لا، هذا غير وارد نهائيا، ولكن الكلام عن هذه الضيافة التقليدية البسيطة من شراب مقدم نحو ذلك. إن استطاع العائدون أن يغلقوا هذا الباب وسلفا يعزوا إلى أهل البيت أن لا يفعلوا شيئا فهذه هي السنة. لم يستطيعوا وجاءت الضيافة، ففي هذه الحالة ما قد يعني استهدفه الشارع لم يعد واردا الآن. نعم. هذا هو يعني فصل الخطاب في هذه المسألة. الآن نعود إلى باب ما يدعى به للمريض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم، يعني يتألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة الجامع المشترك بينها هو الدعاء للمريض. إذا دخل الإنسان إلى مريض يعوده ينبغي أن يحمل معه هدية إليه. ما هي الهدية التي يحملها العائد عندما يدخل على المريض المدنف؟ خير هدية يقدمها إليه هو الدعاء، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن الهدية محصورة في هذا، يعني ليس معنى ذلك أن الذي يعود مريضا ينبغي أن لا يحمل معه هدية مادية، لا، لكننا نقول خير ما تقدمه للمريض هو الدعاء له، وبعد ذلك احمل ما تشاء من الهدايا التي تزيد في إدخال السرور على المريض لا بأس. إن كان فقيرا احمل إليه شيء من الصدقة، لكن تقدمها له باسم الهدية. إن لم يكن كذلك احمل إليه هدية إذا رآها تدخل السرور على قلبه، ولتكن باقة ورد لا مانع، يعني ليس أمرا مبتدعا هذا. في بعض الإخوة عندما يتحدثون عن هذه الآداب ربما تخيلوا أو قالوا إن ما يفعله الناس اليوم في هذه المناسبات من حمل باقة ورد أو إرسال باقة ورد
الى هذا المريض ليضعها امامه فيتمتع برؤية البدعة، لانه الصحابة ما كانوا بيعملوا هيك. والنبي لما فات عن سعد بن ابي وقاص والاخر ما ورد انه حمل معه ورد. نعم، لا، هذا الفهم غلط، هذا الفهم غلط. كل ما يدخل السرور على قلب المريض يستحسن ان تحمله اليه، مما لا حرمة فيه، طبعا مما لا حرمة فيه. وقد علمنا ان منظر الزهور والورود الفواحة بهذه الرائحة العذقة مما يشرح الصدر ومما يدخل السرور على النفس. اذا فلا مانع من ان تهدي للمريض باقة ورد تدخل او تساهم في ادخال السرور على قلبه. طبعا كل شيء له حدوده، واذا زاد الامر عن حده نقص، نقول ضمن الحدود المطلوبة. فان قال قائل كما سمعنا في بعض الاحيان، طيب هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هو بدعة، ماذا نقول في الجواب؟ نقول الكلام الذي ذكرته اكثر من مرة في هذا المسجد والمسجد الذي قبله عن تعريف البدعة. نعم، البدعة ما هي؟ البدعة المحرمة والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. البدعة هي ان تقسم شيئا في الدين وهو ليس منه، تقحم شيء في المعتقدات الدينية وما جاء الدين بهذا، تقحم شيئا في العبادات الإسلامية وهو ليس من العبادات. هذه هي البدعة، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ادخل الميت في القبر، جاء من يؤذن، الأذان عبادة طبعا، اقحمنا هذه العبادة في وضع ما ورد لا في القرآن ولا في السنة، ما قال قائل هذا. اثناء سير الجنازة ياتي من ينشد او يهلل او يذكر الله، طبعا ذكر الله عبادة، وهذه العبادة يتناقض مناقضة حادة مع العبادة التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ان الذين يسيرون مع الجنازة يسن لهم ان يكونوا في سكينة وصمت وخشوع، وان يتفكر كل بمصيره دون اي ضجيج اي كلام. فاذا استبدلنا بهذه الوصية هذا شيء، هذه بدعة، لاننا جعلنا عبادة مخترعة محل عبادة واردة في السنة. نعم، اذا مات ميت في دار لكي نشعر الناس، نشعر الجيران بأن حادثة وفاة وقعت، نحرك أجهزة التسجيل بتلاوة القرآن ونرفع الصوت عاليا من أجل أن نخبر من خلال ذلك الناس أن حادثة وفاة وقعت. طيب تلاوة القرآن من أجل هذا، هذه بدعة، ما حصل هذا الأمر. وقال العلماء عكس ذلك، لا يجوز أن نرفع أصواتنا بتلاوة القرآن في مكان الناس مشغولون فيه بأمورهم الدنيوية، لأنك بهذا تحرجهم وتكلفهم أن يتركوا أعمالهم ويسمعوا القرآن، وهذا فيه حرج كبير. هذه هي البدعة. إذا البدعة أن تخترع شيئا من الدين وتدخله فيه. صلاة الرغائب ما موجودة، ما موجودة لا بالقرآن ولا بالسنة، إذن هي بدعة. لكن أعراف تجددت لمصالح دنيوية، ما قال أحد منا أنها من الدين. كانت الأدمغة في عصر رسول الله من دور واحد، ذهب ذلك العصر وأصبحت الأدمغة تبنى من عدة أدوار. طيب هذه الأدوار التي تطور البناء إليها، هل يعني هي عبادة بقصد العبادة الناس أن يعملوها؟ لا، عبارة عن مصالح دنيوية لا علاقة لها بالبدعة. كان الناس يلبسون هذه الجلابيب التي كانت معروفة في الجزيرة العربية، وبطريقة غير الطرق المعروفة الجلابيب بها اليوم،
ثم ان الناس اصبحوا يلبسون هذه الألبسة الاخرى. طيب تطور الألبسة يعني بنية العبادة تطورت، اذا لكان يمل بدعة، لانه ما اقحمنا عبادة داخل الدين من عندنا، هذه امور دنيوية طورناها. كان الناس لهم اطعمة معينة يأكلونها في بيوتهم، ثم تفننوا في الاطعمة، وجدت عشرات الاصناف الاخرى من الاطعمة. يعني من اولى هي كلها تبدع عملنا كلها، والدي هاي ما ينقل الكلام، لان هذه الاطعمة عندما استعملت لم تستحدث بنية العبادة، لا ما وهكذا. طيب لما انت بتحمل ورد لعند مريض مشان ينبسط برؤيته، انت ما اخترعت ذكر ما له اصل، ما اخترعت صلاة ما له اصل، يعني ما عم تعمل مسألة داخلة في العبادات، امر اجتماعي تفننت فيه من اجل ادخال السرور، امر اجتماعي هذا. نعم وهكذا. اذا مرة اخرى اقول، نحن اذا عرفنا معنى البدعة نريح انفسنا من كثير من النقاش واللجج. لان البدعة التي حذر منها رسول الله والتي نعلم انها ضلالة وكل ضلالة في النار، هي ان تخترع عقيدة ليست من الدين وتدعي انها من الدين. نعم، هي ان تخترع عبادة ليس لها اصل في الدين وتقول هي من الدين. اما ان تتفنن في مصالحك الدنيوية، في مأكلك، في مشربك، في ملبسك، في ادوات ركوبك، في هذه المسائل، فصحيح هي امور مبتدعة حديثة، لكنها ليست البدعة الاصطلاحية التي عناها رسول الله بقوله كل بدعة ضلالة. نعم، اذا احمل ما شئت من الهدايا التي تدخل السرور على قلب المريض، ولكن فلتعلم ان خير هدية تحملها اليه اذا جلست اليه ان ترفع يديك بالدعاء له. وهكذا كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول سعد بن ابي وقاص: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن ابي وقاص معلوم وهو قريب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع يديه وقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، وقد تقبل الله دعاءه فشفاه الله. لان سيدنا سعد بقي بعد ذلك، وكان هو القائد الذي اختاره سيدنا عمر في جيش القادسية. نعم، وهذا الدعاء هو خير ما يدخل السرور على قلب المريض، لا سيما المريض المؤمن، لا سيما المريض الموقن، ولا سيما اذا كان الداخل انسانا يرجى صلاحه وترجى استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. ثم يزيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بيانا في الحديث الآخر الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، قال: إنه شكى إلى رسول الله وجعا يجده في جسده، في جهة من جهات جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم أو تألم، يعني يتألم، كلاهما جائز، من جسدك، وقل: ضع يدك على المكان الذي تشعر الوجع فيه، وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نحفظها: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أي أنك إن قلت هذا فإن الله سبحانه وتعالى سيرسل الشفاء وسيزول ويختفي هذا الذنب. هذا من أصح الأحاديث الواردة
عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن في الواقع في هذا العصر تقريبا اصبحنا بعيدين عن هذه الآداب التي كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمنا إياها، بل أصبحنا نجد من ينتقد ويقول كل شيء له سبب، هذا المريض ينبغي أن تدله على الطبيب، نعم، أما أن ترفع يديك بالدعاء له وأن تضع يدك على مكان الألم أو تكتب له الرقى وما إلى ذلك، هذا خلاف الدين. وكم سمعنا من يقول هذا الكلام. قلنا قبل قليل إذا خير هدية تحملها للمريض هو الدعاء، لكن هل هذا يعني ألا تقدم له هدية أخرى؟ قد كذلك خير ما يمكن أن يفعله المريض أو أن يفعله الصديق المريض أن يدعو له، لكن هل هذا يعني ألا يذهب إلى الطبيب؟ ليذهب إلى الطبيب وليعالج نفسه كما يشاء، ولكن فلتعلم أنك عندما تعود هذا الإنسان المريض ينبغي أن تعلم أن خير ما تدخل السرور به على قلبه أن تدعو له. ولا فرق بين أن يقول المريض في حق نفسه يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله ثم يدعو بهذا الدعاء 7 مرات، وبين أن يفعل ذلك صديق له، لا سيما إذا كان من أهل الصلاح ومن أهل التقوى. هذا الشيء الذي نقوله، من الذي يبخسه حقه من الناس، يعني الطبقة التي تستعين بهذا الأمر؟ كما نجد ونلاحظ طبقة الأطباء، وكأنهم يرون أن هذا سينافس بضاعتهم وينافس رزقهم، كأنهم هكذا يتصورون، طبعا إلا من رحم ربك، ولكن كلما رأيت طبيبا يحفل بهذه الأشياء، يعني يستعين بهذه الأمور، إلا القلة. وكأنهم يتصورون أن هذا من الأمور الخرافية، كل شيء له علاج، هذه مسألة مادية، جرثوم حطت الموضوع كذا معين له دواءه المعروف تداويه. نعم، هذا الكلام أيها الإخوة إياكم أن يعشش في أذهانكم. إذا استقر هذا التصور في ذهن ساق الإنسان شيئا فشيئا إلى الكفر، إلى الكفر بالله عز وجل. ما قيمة الدواء الذي يصفه الطبيب؟ لو أن طبيبا أو مريضا أو أهل المريض تصوروا أن هذا الدواء له السر في ذاته به يشفى المريض لكفر، لكفر. ولو أنه تصور أن هذا الدعاء لا قيمة له لأن الذي يشفي هو الدواء المادي، المرض مادي، الدواء مادي، هكذا ينبغي أن يكون أيضا، يعتقد ذلك فإنه يكفر. سيدنا إبراهيم ماذا قال عندما حاور قومه؟ الباري عز وجل نقل هذا الحوار لأمر ما، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل ينفعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تقليد. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي الذي بيده الموت والحياة أحرى أن يكون بيده الشفاء، الشفاء فرع والحياة والموت أصل وأساس، فينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. ولا قيمة للدواء إلا أن يكون هذا الدواء قناة تسري منها رحمة الله إلى جسم المريض، مجرد قناة، ورحمة الله هي التي تنفذ منها. و حدثت مرارا
وبمناسبات عدة لا أدري متى وكيف عن أكثر من حادثة تجعل الكافر يؤمن بل تجعل الملحد يسلم. نعم، إنسان في هذه البلدة حيا يرزق مرضت شقيقته بالمرض الخبيث واشتد عليها المرض وأجمع الأطباء على أن المرض تجاوز مرحلة العلاج المجدي وأجمعوا أنها بعد كذا شهر ستنتهي وتموت. أطباء دمشق هكذا قرروا وأطباء في الجامعة الأمريكية في لبنان هكذا قرروا. أجل، هذا الإنسان شقيق هذه الإنسان المريضة صديق لي، سألته عنها قال والله يعني هي تعاني من أوجاع شديدة وتأخذ المسكنات في كل يوم وأنا أسأل الله فقط أن يخفف هذه الآلام ريثما يأتي قضاء. فقلت له هل تصدقت؟ وذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، الحديث صحيح. قال والله لقد تصدقت، ولكن مع ذلك إذا كان هنالك من تعلم أنه فقير وبحاجة ممكن أن نتصدق أيضا. تذكرت رجلا في هذه البلدة هو في غاية الصلاح وفي غاية العفة وفي غاية الفقر، قلت والله في إنسان أعطاني مبلغا سخيا لكي أعطيه له في صباح اليوم الثاني بعد صلاة الفجر مباشرة. اتجهت إلى منزله وهو في سفح قاسيم، دار متواضعة جدا جدا. وصلت إلى منزله قبل طلوع الفجر الشمس، طرقت الباب خرج، أعطيته الظرف وفيه المبلغ، ولم ينشرح صدري أن أخبره عن الموضوع. قلت لتكن صدقة هكذا. أخذ ونظر، يبدو لا أدري ما الذي خطر في باله، وقف أمام الباب ورفع يديه وأخذ يده بانكسار ولا أعلم ما الذي قال. نعم، وعدت. مضى ذلك اليوم، واليوم الثاني رأيت صديقنا شقيق هذه المريضة في اليوم الثاني، يعني بعد ما أعطيت المبلغ لهذا الفقير بيومين فقط. قلت له كيف حال شقيقتي؟ قال والله كنا نعطي 6 حبات مسكن، أصبحنا نعطي 4 حبات، يعني المرض خف. بعد أيام قال لي والله 2 حبات فقط عم نعطي. بعد فترة اختفى الألم نهائيا، لكن طبعا قرار الأطباء المرض مهلك انتهى. هنالك من نصحه أن يذهب بها إلى بريطانيا لأنها يعني قد يخطر في بالها أن شفاءها ميؤوس منه، ولذلك فإن أهلها لا يتابعون المعالجة سيما وهو موسر. هكذا اقترحوا عليه أن يتظاهروا باستمرار معالجتها إلى آخره كي لا تشعر أن أهلها يائسون منها وأنها ستموت. وفعلا هكذا صنع، ذهب إلى لندن وأخذ معه كل التقارير وفحصت فحصا مخبريا سريريا، وحق الفحص التحليلي بكل أنواعه أيضا، واتفق الأطباء أنها لا تعاني من أي مرض، لا تعاني. قدم لهم التقارير، عادوا يفحصون وعادوا يدققون وعادوا فأكدوا أنها لا تعاني من أي مرض. يقول صديقنا هذا يعني ظننت أنهم يائسون منها فأرادوا أن يقولوا لي هذا الكلام كي ترحل. قلت لهم يعني هل أعيدها مرة أخرى؟ هل نكتب لها علاجات؟ قال إلا أن تكون علاجات مقويات فيتامينات نحو ذلك. وعاد إلى الجامعة الأمريكية في لبنان فأراهم تقارير الأطباء في بريطانيا، وعادوا ففحصوها جيدا
ولم يستطيعوا أن يفسروا هذه الظاهرة بشيء. عاد إلى دمشق والأطباء موجودون لا يزالون حيا يرزقون. فحصوها ليقول والله هذه هي نعم هذه لا واقع. من الشافي؟ الله عز وجل. جاء هذا الرجل الفقير الذي أخذ هذا المال إلى والدي بعد أيام من وصول المبلغ إليه، قال له: لاحظوا أيها الإخوة، لقد جاء إلي سعيد بمبلغ من المال، دخلت وجدت مبلغ كبير، قلت لزوجتي: والله يبدو أن لصاحب هذا المال مشكلة، ولعله أرسل هذا المبلغ لحل مشكلته. طلب من زوجتي وأولاده، له أولاد صغار، أن يتوضأوا وأن يجلسوا جميعا متحلقين. من أين جاء هذا البال خاطر في يديهم لا أعلم. تحلقوا جميعا وجاء بمصحف، فكان هو يحمل المصحف ويقول: اللهم إني أسألك بكلامك هذا أن يعني تفرج عن صاحبي هذا المال. ثم يأخذ المصحف الذي يليه وهو أيضا يقول: اللهم إني أسألك بكلامك هذا أن تفرج عن صاحب هذا المال. ويدور هذا المصحف عليهم جميعا وكل واحد يدعو بهذا الدعاء. نعم هكذا قال لوالدي. نعم. فغبيا وغبي ذاك الذي يربط ويحصر عقله في الدواء وقواريره والصيدليات ولا يعلم أن الشافي هو الله. الدواء جند من جنود الله، مؤمن لكن جند من جنود الله عز وجل، والدعاء من أهم الأدوية. إذا ولد شرط الاستجابة. سنتابع إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.